الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن للدكتور فارس الحجري، مكتشف العلاج بالماء الساخن. تجارب المستفيدين من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن بمختلف الأمراض وفوائد صحية مختلفة. تجربة دكتور أردني، دكتور في إدارة الأعمال، مع العلاج بالماء الساخن والحمية والرياضة في تخفيض نسبة السكر النوع الثاني من 135 إلى 95 طبيعي، وتراكمية من 6.8 إلى 6، والكوليسترول بدون أدوية، وتصفية الكلية والوزن من 98 إلى 86 كيلو. السلام عليكم أستاذنا الدكتور فارس، يعطيك العافية، بارك الله فيك. أنا ماشي ببرنامج الماء الساخن، الحمد لله السكر عندي نوع الثاني، صباحا بفحصه 95 الآن، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين، وجزاك الله خيرا، الله يجعل ميزان حسناتك، يمتعك بالصحة والعافية، طول عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الدكتور فارس الحجري، أسعدتم مساء، أشكرك على كل ما أرسلته لي من برامج للعلاج بالماء الساخن، وقد استخدمت الماء الساخن منذ فترة طويلة لا تقل عن 5 سنوات تقريبا. كنت أولا أستخدم الماء الساخن تقريبا منذ عام 2004، ولكن زاد الآن استخدامي للماء الساخن. كنت في 2004 تقريبا ل 2014 أستخدم الماء الفاتر، الآن سأستخدم ماء ساخن تقريبا زي ما أنا أشرب الشاي أو القهوة الساخنة. في الحقيقة أنا يوميا بستخدم الصبح كاستين، كل واحدة 250 مللتر، يعني كاستين بيطلع حوالي نصف لتر الصبح. مجموع ما أتناوله في النهار ما يقارب لتر ونصف من الماء الساخن، يقل أو يزيد حسب الظروف والمستجدات والعمل والانشغالات. الحقيقة كان عندي سكر لفترة قريبة، يعني قبل أول قبل سنة كان يصل إلى 130، الآن أصبح السكر عندي 95 طبعا بالفحص القياس اللي هو الجهاز اللي نستخدمه في المنزل. أيضا بدينا كمان بالإضافة إلى هذا ما بستخدم فقط بس العلاج بالماء الساخن، أستخدم وسائل أخرى يعني تساعدني على عملية الضبط للسكر في الدم، منها بستخدم أشياء أخرى اللي هي الحمية. الحمية هي كانت أحد الأسباب، بأكل بقدر، يعني دوب أوصل لي 1200 كالوري بال 24 ساعة. بعدين ابتعدت عن الدهون، ابتعدت عن اللحم الأحمر، صرت أكل اللحم الأبيض، دجاج وغيره، بأكل لحم أحمر بس، ولكن ليس بالقدر اللي كنت أنا أستخدمه زمان، جزء كلي في الأسبوع مرة لحم أحمر. الحقيقة بدأ ينزل عندي السكر، من كان عندي 6.8 تراكمي الآن نزل إلى 6 تراكمي. بدأت أحس بنشاط أكبر، حتى الكوليسترول بدأ ينزل عندي بدون أي مساعدات، لا لبيتور ولا غيره من الأدوية التي تعالج الكوليسترول. في الحقيقة أقدر أختصر أن الماء الساخن هو باختصار أقول أنه يعمل على إزالة السموم من الجسم ويطرحها عن طريق العرق وعن طريق الكلى، تصفيتها وتصفية الدم من كل السموم وتصفية الجسم من كل السموم. الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، مصداقا لقوله تعالى أن الماء هو الذي يحيي الإنسان، والماء تحيي الحياة، والماء تحيا صحة الأبدان. تحياتي دكتورنا. طبعا ارتكز العلاج عندي للسكري على 3 مفاصل أساسية. أول شيء العلاج بالماء الساخن، ثانيا الحمية والرياضة لعبوا دور مفصلي في عملية العلاج، ثالثا وهي أهم شيء الإرادة بأن تحول نمط حياتك إلى نمط آخر يختلف عن الأنماط السلوكية التي كنت أتبعها، وجزاك الله خيرا سيدي. طبعا وصل عندي يا دكتور 7.2، والآن الحمد لله كان وصل عندي
135، ولكن عاود نزل الآن إلى 95، الحمد لله ما عندي أي مشكلة، الحمد لله رب. جزاك الله خيرا دكتورنا. بس أنا باخد فقط الجلوكوفاج منظم عشان الوزن، طبعا نزلت وزني، نزلت وزني كثير من 98 ل 86. تحياتي تحية محبة وشوق لكم، وإلى اللقاء يا أستاذنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاص للدكتور فارس الحجري، نشرها على الآخرين ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك، تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان.